مرحبا، شو صاير مع جوال الليلة؟ يلي صاير انه في ناس مع ناس ضد وهب الاعضاء. العنوان العريض هو وهب الاعضاء، واليوم بحلقتنا منضوي اكثر وخلال فترة الاعياد خصوصا على هالناحية الانسانية يلي تغيرت نظرة المجتمع لها من فترة لهلا. بالبداية برحب بالسيدة فريدة يونان، المنسقة العامة للهيئة الوطنية لوهب وزراعة الاعضاء بلبنان. اهلا وسهلا فيك مدام فريدة. مثل ما قلنا تحت الهواء كنا عم نحكي انه كثير تغيرت نظرة العالم، يعني اذا بتسألي من 10 سنين او حتى من 8 سنين لهلا، الناس بيقولوا لك لا انا ماني مع وهب الاعضاء، او يمكن اذا ما بيقولوا لك لا بيكون في عندهم هيك امتعاض من الموضوع. هالفترة النظرة تغيرت والمجتمع كله بدل رأيه، أو على القليلة الأكثرية منه. نحن صورنا ريبورتاج، خلينا نستعرض رأي الناس بوهب وزراعة الأعضاء وبنرجع نبلش حديثنا مع حضرتك. أنا أكيد مع وهب الأعضاء، وخصوصا إذا معقول تخلص حياة شخص تاني. هلا هي فكرة وهب الأعضاء كثير منيحة، بس يرجع الشخص هو يفكر فيها بحسها صعبة عليه. أكيد أنا بوهب أعضائي، لانه في كثير ناس بحاجه لهالاعضاء يلي هي يمكن تنقصن حياتهم يوما ما. نص اذا في الواحد يخلص حياه شخص ثاني اكيد ما لازم يتردد. انا اول واحد بعطي الاعضاء بعد الموت. بس بالمبدا اتس دوبل، يعني بتنعمل ومفروض تنعمل لانه منخلص ناس يعني بحاجه لشيء نحن اوريدي بده يهتري بالاخر. بالنسبه لي ما عندي مشكله اذا بوهب الاعضاء، لان هالشيء عمل خيري. في كثير ناس بحاجه وانا مع ما هالشيء اكيد. انه واحد وهب اعضاءه ما راح يكون عم يحس بشيء، يعني ما راح ياثر عليه بشيء، بالعكس بكون عم يفيد حدا غيره وعم بيخلص حياه غيره. فلازم نعملها. لانه هيدي ما في مثلها، بتساعد الناس كثير. لازم كل شخص يسويها. مش هو يفكر بحاله وما يفكر بغيره. الانسان اخذ وعطى بده يكون، هاي الحياه. اكيد انا مع وهب الاعضاء اذا هيدا الشيء بخلي غيري انه يعيش، و لانه بعد ما واحد بموت ما بقى له قيمه بالدنيا، خلي يعطي اعضائه للناس تستفيد منه. اكيد انا مع وهب الاعضاء، لانه اكيد في اشخاص بيكونوا بحاجه، يعني ان كان لعين لحيلا اورجان بالجسم. انه انا خلص خلصت روحي، ليه ما بعطي تشانس لغيري لحتى يعيش؟ وكله تجاه ربنا، كله منيح. ربنا اللي بيشوف هالشيء وربنا اللي بيحاسب. حلوين الأجوبة. تعليقك. أول شيء معك حق إنه تغيرت النظرة، لأنه صار في شغل كتير على الأرض مع على المستوى كل شيء، المدارس، الجامعات، بالديورة، النشاطات الاجتماعية اللي بيعملوها بالبلديات، يعني صار في احتكاك مع العالم بشكل كتير قوي بهالسنين اللي مرقوا، بالعشر سنين الماضيين. وتغيرت الفكرة إيه، وصار في عنا عدد ناس موقعين بطاقة وهب فوق 30,000، اللي هو عدد بس نقوله من لقيه كبير، بس بالنسبة لنا بعده قليل. بالنسبة للحاجة بعده قليل. حتى بالنسبة لنقول إنه الشعب تبعنا تغير وصارت النظرة واضحة لإله، بالقليل لازم يكون 50% منه ماضي بطاقات لحتى نقول تغيرت. لا شك إنه هذا الشيء بده سنين طويلة لحتى يعطي نتيجته. هلا بالظروف اللي نحن فيها اكيد يعني وقفنا وتراجعنا لورا بالنشاطات بسبب الكورونا، وقبل كان في مشاكل البلد، بقى كله اثر على الموضوع. يعني بنعتبر هاي السنه ما كان في عندنا نشاطات اللي كنا نعملها قبل، يلي هي وصلت انه الناس يصيروا هن يطلبوا وهب الاعضاء، مش ينطروا لنحن نسالهم. يعني بالمستشفيات هلا بنلاحظ انه لما الاطباء بيعلنوا وفاه شخص، دغري العائله بتقول نحن بدنا نوهب، ما بينطروا لهو يعرض عليهم الوهب. مدام ذكرتي بطاقه، هاي البطاقه لمين بتنعطى؟ يعني مين يلي مخول يوهب اعضائه؟ بعد الوفاه كل شخص فيه يوهب اعضائه. في البطاقه هي تعبير عن راي، يعني انا شو قراري بعد ما اتوفى بعمله بهالبطاقه، بقرر انه انا بدي اوهب اعضائي بعد وفاتي، لازم امضي استماره واخذ بطاقه. وهي البطاقه اهميتها هي انه بتفرجي عائلتي شو رغبتي، شو قراري. لوحدها ما بتكفي، لازم نحكي مع العائله المباشره، نخبرها انه انا وقعت هاي البطاقه وهذا قراري بحياتي، انه انا بعد وفاتي بدي اوهب اعضائي لناس
يستفيدوا منها ويقدروا يكملوا حياتهم. أهم شيء إخبار نخبر العائلة لهي توقع على هالبطاقة وتعطي الموافقة النهائية حتى نقدر يعني هون خلينا نضوي شوي أكثر على الموضوع. لو كان الشخص حامل بطاقة، إذا فرد شخص من العائلة اعترض على وهب الأعضاء توقف عملية الوهب صح؟ إذا انقسمت العائلة وما وصلوا لحل إنهم يتفقوا مع بعضهم إنه لازم ننفذ له رغبته، إيه بنوقف الوهب لما نسبب مشكل بقلب العائلة، لما نخلي يصير في شرخ بالعائلة كرمال نقدر نعمل عملية الوهب، لأنه بالنهاية الوهب هو لنعمل خير لغيرنا، إذا بدنا نعمل هيدا الخير ونخرب العائلة ما بنكون عم نوصل للهدف ما وصلنا المرسو. يعني نحن بدنا العائلة تضل متماسكة ونعمل خير لغيرنا أكيد. إذا انقسموا لا، بس إذا اتفقوا مع بعضهم ووصلوا لحل إنه خلينا ننفذ له رغبته يلي هي رغبته هيدا وقراره، هن منا مسؤوليتهم، مش هن مش قرارهم، هن عم ينفذوا قرار غيرهم. نعم. بقى مشان هيك ما لازم يكون عندهم هالمشكلة. نحن لحتى نخفف هالمشكلة قد ما فينا يمكن بنعطيهم نتفة وقت يرتاحوا ياخذوا القرار النهائي. عادة بنعطيهم وقت، بس الوقت دائما ما بيكون وقت كثير صعب معنا نحن، لأنه عامل الوقت مأذي إنه ممكن نخسر الأعضاء بأي ساعة كان، ممكن ما نقدر نوصل للنهاية. يعني العامل الوقت قاسي، بس نحن سوري عملنا قدمنا تعديل للقانون الموجود الحالي المرسوم اللي صادر بال 84 انه الشخص اللي موقع بطاقه ومخبر عائلته، نحن بما انه من السجل عندنا بالهيئه الوطنيه نحن بنراجع السجل عند اعلان كل وفاه، بنشوف اذا عامل بطاقه بنخبر العائله انه هو عامل بطاقه والعائله ملزمه تنفذ له قراره. هيك تم اقراره هذا القانون؟ لا بعده، هي وافق عليه مجلس الشورى، بس ناطرين ليصير في مجلس وزراء ليقدروا يعملوا. هون كمان حكينا عن شق طبي بالموضوع. لما سالتك مين هو الشخص المؤهل انه يوهب اعضائه، اكيد اي شخص من بعد الموت اذا كانت رغبته قبل الموت انه يوهب اعضائه مفروض العائله تنفذ له رغبته. بس طبيا اذا كان ما بعرف معه سكري او معه ضغط او يعني هون كيف بتعرفوا الاعضاء يلي في مجال تستفيدوا منها بعدين؟ هلا لما بنمضي بطاقه نحن ما صرنا واهبين، نحن عبرنا عن رغبتنا، بس لما تحصل الوفاه ساعتها نحن ممكن نصير واهبين اذا صارت الموافقه. بخلال هذا الوقت نحن بنعمل تقييم طبي لكل الاعضاء، الاشخاص اللي بنقبل انها تكون واهبه هي اللي ما بده يكون عندها ولا امراض سرطانيه ولا التهابات عامه ما فينا نقاومها ولا باي دواء، ما بده يكون في عندهم الامراض مثل الالزايمر مثل الباشفول، ما بده يكون عندهم الامراض المعديه اللي بتنتقل مثل السيدا والصفيره مثل الكورونا كمان هلا، بس اذا عنده سكري وضغط التقييم تبعه للاعضاء بنشوف اذا هالسكري والضغط مش مأثرين على وظيفه هالاعضاء هيدي بنقدر نوهبها للمرضى اللي مسجلين على لائحه الانتظار واللي هن عمرهم كبير للكبار بالعمر. واي عمر بيقدر يوهب اعضائه؟ بين 4 و75 سنه عندنا بلبنان. من للمتوفيين، برا عم بيطلعوا اكثر من 75 بس نحن موقفين على 75. ليش؟ لانه بيعتبروا ليش هن بيقدروا يطلعوا فوق 75؟ مش ليش مش انه بيقدروا، هن عندهم مؤهلات او عندهم امكانيات الحياة اكثر، يمكن صحيه اكثر. نحن لا، نحن كالاطباء الجراحين المراكز الزرع ما بيقبلوا ياخذوا اعضاء تكون صارت كبيره هالقد، لانه راح تكون وظيفتها اكيد مش منيحه، مش 100% مثل ما هو. وعقلا ما بنعطيهم الا للي هن بتطابق العمر، يعني بده يكونوا بالذات العمر عم ياخذوا الكبار، لحتى ما نكون عم نعطي عضو يكون عمره 75 سنة لولد عمره 10 سنين ما رح ينفع. مضبوط، أكيد ما بتزبط. وهون أكيد بيجي دور الفحوصات الطبية اللازمة لنشوف هالعضو إذا بيناسب هالشخص ولا لا. مشان هيك قلت لك عامل الوقت كثير قاسي، لأن نحن بدنا نعمل بظرف وقت كثير قصير كل هاي الفحوصات، بدنا نقيم كل الأعضاء، بدنا نحكي مع العائلة. قد ايه الوقت اللي عم ما حدا فيه يعرف، في مرات ممكن يروح من ساعات ليوم أو يومين ماكسيموم. يعني كثير سريعة القصة، مشان هيك نحن بنكون محضرين العائلة قبل لحتى وقت نوصل لهي المرحلة ما نكون تكون جاهزة العائلة معنا انه تقدر تاخذ قرارها بسرعة. حكينا عن الناحية الطبية وحكينا عن الناحية القانونية، بيبقى الناحية الدينية يلي
في عندها تشعبات كثيره والاراء حولها بتختلف، وبنسمع ما بعرف قد ايه صحيح انه في اديان بتوافق على عمليه وهب الاعضاء واديان ثانيه بترفض. هون لك الدور، تفضلي اذا بتشرحي لنا اكثر عن هذا الموضوع. نحن عملنا عده لقاءات مع كل الطوائف الموجوده بلبنان، وكليتهم بدك تقولي كلهم بالاجمال هن مع وهب الاعضاء، ومش بس معه، بيشجعوا وبيحبزوا الموضوع. هيدا الشيء صار من سنه كل الديانات، من سنه ال 2000 يعني، لانه كثير بنسمع اشخاص بيقولوا ايه انا يمكن معقول اهب اعضائي من بعد الوفاه بس الدين بحرم. هيدا الناس اللي بيقولوا ايه، هي حجه. ليش هي حجه؟ مزبوط، بتحججوا بالدين وقت اللي بنقول لهم هيدا المرجع فيكم تراجعوا. بعدين نحن على الويب سايت تبعنا محطوط كل الفتاوى، كل القرارات الدينيه لكل الطوائف. مش بس هيك، نحن بال 2010 عملنا اتصال وعملنا لقاء معهم لرجال الدين، وكلهم حكيوا بالاخر صاروا يقولوا يا عمي خلص ما نحن كلنا مثل بعضنا، كلهم كانوا موجودين. بال 2016 عملنا لقاء لكل المراجع الدينيه بلبنان مع وزير الصحه وقتها كان الاستاذ وائل ابو فاعور، وكلهم وقعوا بطاقات وهب بالمؤتمر الصحفي اللي عملوه، اعلنوا الراي الرسمي للطائفه لحتى نشيل هالبقى هاللغط الموجود عند الناس. وبنضل نلاقي عالم بيقولوا لنا الدين تبعنا بيقول لا، كانه لانه بعدين راجعنا نحن المراجع الدينيه بال 2019 انه يا عمي انتم الطائفه عم بتقول ايه، عظيم، بس الناس اللي تابعين ما عم بيقولوا الايه لانه ما وصلتوا لهم المساج. وصلوا لهم اياها، يعني هون كمان صار في دور للطوائف. دور الطوائف كثير مهم وكثير كبير، هن بيشاركوا معنا بكل الحملات التوعيه حتى بالمدارس. بس المشكله كانت انه هن ما عمموا على رجال الدين اللي تابعين لهم، ورجال الدين الموجودين بالاحياء يعمموا على الناس. وهيدا الشيء يلي هو كان بدنا نعمله بال 2019 وصارت المشكله وما عدنا كملنا. بس يلا ان شاء الله اكيد لما تروق الاوضاع والحالة الكورونا تخلص نحن مكملين بهذا المشروع، لانه كلهم موافقين انه لازم نبلش التعميم بالاول وتدريب رجال الدين هن لهن يوصلوا المساج للناس اللي بالتابعين لهم. مين اكثر نسبه الاشخاص اللي واهبه اعضاء، نساء ام رجال؟ هن اكثر بيبقوا النساء عاده، رقاق اكثر. لا ما بعرف، اكثر شيء كمان مع الاحياء بنكتشف انه النساء هن في العدد اكبر. طيب لما يكون الشخص قاصر ويتوفى، الام والبي بيقدروا ياخذوا قرار؟ ايه، بالقانون اللبناني يا الشخص بيكون معبر عن رغبته يا العائله بتاخذ القرار. بعد في شغله كثير مهمه لازم نضوي عليها مدام فريده، يلي هي يمكن عكس ما بنشوف بالافلام وبالروايات وبالقصص، الأشخاص يلي واهبين أعضاءهم والأشخاص المتلقين للأعضاء، يعني أكيد الواهبين أعضاءهم عم بحكي عن العيلة، العيلة يلي عندها شخص واهب أعضاءه من بعد الوفاة ما بيقدروا يلتقوا مع المتلقي، ما بيقدروا يعرفوا عنه شيء، عكس ما بنشوف بالقصص. يعني هون خلينا نوضح هذه الفكرة لأنه الناس عن جد رح تستغرب. القصص هودي اللي بيطلعوا اوقات على السوشيال ميديا وهيدا كلهم يعني اشياء اوقات بتكون مركبه، وهي اشياء عن جد بتاذي اكثر ما بتفيد. هلا هن بيفكروا انه عاطفيا نستخدم هالشيء عاطفيا لحتى ناثر على الناس، هيدا شيء غلط كمان. من زمان كانوا يخبرون ويعرفوا ببعضهم ويروحوا لعند بعضهم، بعدين صار في مشاكل كثير، مشاكل اقتصاديه، مشاكل نفسيه، مشاكل اجتماعيه. لهالسبب علماء النفس عالميا، عم بحكي مش قانون لبناني، هو قانون عالمي، علماء النفس قرروا انه عم بيصير كثير مشاكل، عم بيصير في عيال عم بتصير عندها امراض نفسيه عم تتابع على مدى الحياه، يعني ما عم تقدر تطلع من الموضوع لانه لهالسبب عم بيعرفوا لمين راح اعضاء الشخص اللي توفى عنه. مزبوط، لهالسبب قرروا انه بنعمل سريه للوهب لنحمي الطرفين. ليش بدنا نحمي الطرفين؟ لعائلة الواهب لما بتروح بتشوف اللي اخذ القلب او الكبد او الرئه اللي بدك او الكلى، هي ما عم تروح تشوف اللي فقدته، عم تروح تشوف الشخص المتلقي. بينما نحن شو عم نقنعهم؟ انه انتم رايحين تشوفوا ابنكم بالشخص هيداك اللي هو غلط. هيدا الشيء سبب عند العائله انها ما تعود تقدر تعمل عمليه حداد طبيعيه،
صار مثل الاشخاص اللي بيكون مفقد له الناس، يعني لا بيعرفوا عمليه الحداد تخلص بوقت معين، هذه ما عم بيقدروا بمجرد ما يلتقوا بالشخص عم ترجع. يلي تلقى الاعضاء عم ترجع الحداد، هيدا بسبب بعدين على مرض نفسي مزمن وبتصيري بدك تعالجيهم. المريض اللي تلقى هو اساسا لما تسجل عليه لائحه الانتظار براسه في حدا بده يموت لهو يعيش، يعني هيدا اول شيء عنده عقده ذنب، عنده احساس بالذنب انه في حدا حيموت كرماله، رغم انه مش مزبوط هالشيء. يعني نحن لنقنعهم انه ما توفى كرمالك، هو ربنا هالقد حطت له عمر وخلص عمره، ما توفى لانه انت بدك تعيش. لما بيلتقي فيهم صار عنده جميل ما عم يعرف يرده، كمان وقعناه بمشكله نفسيه انه شو بده يعمل، صحيح شو بده يساوي، لانه تعرف عليهم بتصير المشكله عند اثنين. منشان هيك لنحميهم اثنينهم افضل انه نحن نكون بالنص، ونحن منخبر العائلة انه هن منيح وكتير حالتهم جيدة، وانه كل يوم بيدعوا للواهب وبكون هيدا، والمريض منخبره انه عم يسألوا عنه، يعني نحن منكون صلة الوصل من دون ما نخليهم يعرفوا ببعض. ومن هون يمكن يلي بده يوهب اعضائه ما بيقدر يحط شروط او يحط طلبات، خلينا نقول لمين بدها تروح اعضائه من بعد الوفاة. هيدا بالقانون كمان قانون عالمي انه الوهب غير مشروط، هو مجاني غير مشروط وسري وقرار حر، يعني انا بدي اخذ قراري بحريه، ما حدا بده يضغط علي، سري ممنوع نعرف ببعضنا، غير مشروط لانه توزيع الاعضاء ما بيتم على انه انا بعرفك او بعرف هيداك او صحبه، بيتم على شروط طبيه، يعني في عوامل طبيه مجبورين نمرق فيها لحتى نوزع الاعضاء. وبيتم من خلال برنامج معلوماتيه بنحط ملفات المرضى اللي مسجلين على لائحه الانتظار، وبنجيب الملف الطبي تبعه للواهب، وبينعمل الماتش بين بعضهم المقارنه، مين اللي بيطلعوا احسن شيء هن اللي رح ياخذوا، اللي اكثر شيء عندهم، ما رح يكون في لا ابن مين ولا لمين تابع، رح يكون ولا في شو ديانته ولا شو ضيفته ولا شو عمره، في دمه قديش حجمه، قديش في تطابق بالانسجه، شو في عنده حاله طبيه طارئه، هول اللي بهمه. وبالنهايه هي عمليه انسانيه، يعني لما الواحد بيكون عنده هالاستعداد يطبق هيك عملية إنسانية، ما بعتقد رح يكون بباله لمين أنا رح أقول. وبعدين العائلة مش هي اللي وهبت، اللي وهب راح، يعني إنه ليش بدي روح أنا ربحني جميلة إنه والله وهبكن ابني أو وهبتكن بنتي أو بي أو ما بعرف مين، هو اللي وهب راح وما بده يعرف مين، ليش أنا بدي أكون روح أنزع هالوهب بإشياء مادية؟ بعد يعني سؤال أخير إلى قيمة قديمة العطاء، قديش أفراد العيلة لما يعرفوا أنه الشخص المتوفي واهب أعضائه، أو أفراد العيلة يلي تلقوا شيء من هالأعضاء بصير عندهم استعداد هن كمان يعملوا واهب أعضاء؟ مش دايما لا، أنا قلت رح تقولي لي كله مش دايما، لسوء الحظ أنه حسب الأشياء اللي صايرة معنا، يعني ما عم بحكي شيء هيك لأحكي رح احكي هيدي الخبريه لانه كثير زعجتني، بس انه انا ماني بموقع اني اقيم الناس. كان في وفاه وفي شخص كان بحاجه لزرع قلب، وكان طلع هو المطابق اكثر شيء مع الواهب، واتصلنا فيه واجا، واجت معه اخته وابن عمه. ابن عمه دغري قالنا انا بدي اعمل بطاقه وهب، قلنا له اوكي تفضل، نحن عم نحضر المسيو، انت اعمل البطاقه. اخته هربت لبرا، قال لا 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 انا ما بعملها. ما ضلت حتى بالمر اني لا معلش قاعده، ما حدا رح يقول لك مش مجبوره، ما بجبرك، هيدا قرارك، رح احط لك الفرد براسك، هيدا قرارك انت اللي بتقرري اذا بدك توهبي بعد وفاتك بعد عمر طويل ولا لا. ما في لزوم يعني تخافي كمان، بس شوفي انه الدن الحياه هي اخذ وعطى، مثل ما قال شخص بالريبورتاج انه مثل ما خيك تلقى من عائله لحتى يكمل حياته، انت لازم تفكري بغيرك كمان بقى بتصير. نحن واجباتنا كاعلام اصلا نوصل هذه الرساله، وواجباتكم عم تعملوها على اكمل وجه، ان شاء الله هالاحوال تروق شوي، ان كان من الناحيه الاقتصاديه يعني، وان كان من ناحيه كورونا، بس هيك ترجعوا تكملوا رسالتكم. انا بشكر حضورك معي، ميرسي وشكرا لكم، لانه عن جد هو الاعلام هو له دور كثير كبير طبعاً. مثل ما الطوائف إلى دور، الاعلام له دور، الدوله إلى دور، كلنا بالمجتمع، كلنا كل واحد من موقعه في يعمل لموضوع وهب الاعضاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية لنقدر نوصل المساج مضبوط. مدام فريدة يونان، أهلا وسهلا فيك، وتحية لكل أفراد الهيئة الوطنية لوهب وزراعة الأعضاء. شكرا لك. شكرا لك. نحن بعد الفاصل رح نستقبل مدام روز غزالي. مدام روز تلقت قلب
ورح نحكي كمان مع مدام ماري شمالي. ماري شمالي اللي فقدت والدتها وكانت اول شخص بيوهب اعضائه بلبنان والشرق الاوسط، مزبوط؟ بعد الوفاه. بعد الوفاه طبعا. بعد شو صاير مع جوال بيتابع وبالعنوان العريض للحلقه اليوم، عمليه وهب وزراعه الاعضاء. لنحكي اكثر عن هالموضوع بصيرني استقبل مدام روز غزالي. مدام اهلا وسهلا فيكي معنا. اهلا فيكم. وكمان بستقبل ماري شمالي. ماري اهلا وسهلا. ميرسي. اهلا مدام فيك. روز حضرتك وقتها كان عمرك 50 سنه، عملتي عمليه زراعه قلب من شخص توفى وهو عامل وهب للاعضاء. ومدام ماري بدنا نحكي عن والدتك اللي كانت اول سيده بلبنان والشرق الاوسط بتعمل وهب للاعضاء من بعد الوفاه، وهلا بنحكي عن التجربه. مدام روز بدي بلش معك، شو كانت مشكلتك الصحيه بالاول؟ المشكله الصحيه صار في شويه اهمال، بتعرفي الحرب وال الاهتمام بالاولاد، المره بتهمل حالها. نعم. صار عندي ضعف بعضله القلب، تعبوا الرواية مي. دخلت على المستشفى، فضوا لي اياهم، اكتشفت حكيم قلب جراحه، قال لي كبي كل شيء وراكي وروحي عيشي حياتك، بس هالادويه بتخليهم بتستعمليهم وبعد 5 سنين بترجعي لعندي. وانا هيك مشيت وصرت اشتغل واتعب واولاد وثلاث اولاد وكثير في تعب فيها الشغله، لصرت بال5 سنين بلشت اسود، يسود وجهي، يعبق وجهي. يعني كان صار عندك مشاكل على فترة 5 سنين؟ 5 سنين لبلشت تطلع الظواهر. يمكن الظواهر لأنه بيكون عضلة القلب تشتغل على 70 درجة صارت تنزل، تتراجع على 35 نزلت للعشرين درجة. لما وصلت لعنده عند الحكيم وعم بيشوفني هيك، قال لي بدك تعملي عملية. قلت له عملية؟ يعني رايحة لحالي أنا زي السيارة ووحدي وما معي حدا من عائلتي ولا شيء، بس في عندي قوة إنه حدا عطيني قوة إنه ضل جاهد على حالي. طلعت من عند الحكيم، قال لي إيه بدنا نحطي ليكي العملية اللي بدها تنعمل في 13 شخص ناطر، أنت 13 بس، أنت بالمرتبة الأولى، أنت ما عندك شيء بجسمك لا سكري لا شيء أبدا، ما عندك مشاكل صحية، صحية أبدا. يعني بالمبدأ أنت أكثر شخص جسمه وصحته طابقين انه يتلقى وهب. بس عندي يعني عضله القلب. قلت له اوكي، قال رح نحطك على لائحه الانتظار، هون بتنتظري. بس انا في شيء عندي قوه غريبه كانت ما تخليني خاف، كنت احضر شوف اسمع فوت، يعني اسال عن الوهب اسال عن الواحد، بس ما حط شيء بجيب. بوقتها مدام روز كانت قصة زراعة الأعضاء أو وهب وزراعة الأعضاء قصة شوي غريبة على مجتمعنا. أنت مزبط. كيف تلقيت الخبر لما قالوا لك رح يكون في حدا واهبك قلبه؟ أنا عرفني على شخص عامل عملية. أها. زرع قلب. نعم. وقعدت معه في ساعتين أحكي معه، بس ما كان عندك خوف؟ خوف تردد. أبدا. كان يفوتوا من مالي. يعني انت كنت من اول الاشخاص تقريبا بلبنان يلي عملوا زراعه قلب من شخص متوفي واهب اعضائه. مزبوط. بس كان عندي قوه رهيبه، ما عندي الخوف، لو عندي الخوف كنت شط بارضي. سالتي مثلا دينيا اذا الدين بيسمح؟ سالتي؟ ما سالت حدا. انا ما سالت حدا، يعني انا رايحه على هامش هالدنيا ماشيه مثل ما بيقول الحكيم بمشي. بس انت وصلتي لمطرح صحيا كنت، وعفوا على التعبير، يعني يا الموت مزبوط يا زراعة قلب. مزبوط. هالشيء قديش ساعد انه انا هيك يمكن ما عندي شانس اعيش اذا ما بعمل هالعملية؟ هالشيء ساعدك؟ الشيء ساعدني اني حطيت هدف بحياتي، عندي بنتين وصبي، اني جوز اولادي وشوفهم بفستان العرس. خي شو حلو. هيدا هدفي بالحياة اللي كنت حطته قدامي، ما بدي موت، بدي جوز اولادي وبدي اشوف اولادهم. أه. وهيدا مزبوط، هيدا اللي صار. خليلك اياهم يا رب. وجوزتهم وشفت احفادي. ويطول بعمري. قبل ما انتقل لعند ماري كمان بدي اسالك، كان عندك بشي يوم من الايام، انت ما بتعرفي طبعا بحسب القانون اللي حكيتنا عنه مدام فريده قبل شوي، ما بتعرفي مين الشخص يلي واهبك قلبه من بعد ما توفى. لا. كان عندك حشريه تعرفي؟
كان عندنا حشريه بس ممنوع هالشيء هيدا، منعوا. ما قدرت بس عندك بس بنصلي. ايه بنصلي لهم اللي عطيونا اللي وهبوا لنا اعضائنا للقلب، يكون نفسهم بالسما. وواحد يعطي يزرع يوهب، لانه نحن رايحين دنيا ثانيه، يعني على التراب وروحنا طالعه، لازم نوهب ونعطي لحدا يعيش. وانا ليلي هلا تقريبا 18 سنه زارع القلب، وبدك تضلي ماشي بمسار من هلا بنحكي عن الانتباه كيف لازم يكون من بعد العمليه. ماري، امك هي اول شخص بلبنان والشرق الاوسط عملي وهب اعضاء من بعد الوفاه، وانتم قبل ما تتوفى ما كنتوا عارفين هالشيء كابنائها؟ يعني ما كنا عارفين. خبريني اول شيء، انتم اربع اولاد مثل ما عرفت، بنتين وصبيان. قد ايه كان عمرك وقتها توفت الوالده؟ 17. 17 سنة، وأنت الكبيرة صغيرة؟ لا أنا الوسط، في عندي أختي أكبر وفي عندي خيي أكبر بسنتين وثلاث سنين، وخيي أصغر مني بسنتين ونص، يعني عمره 14 ونص. وقتها توفت، خلينا نقول إنه أمك اسمها رين، رين شمالي، ما كنتوا عارفين إنه عاملة وهب أعضاء قبل ما تتوفى؟ تفاجأنا. كيف عرفتوا؟ تفاجأنا واستغربنا إنه شو عم بيطلب البابا؟ جمعنا بالبيت، قالنا الماما توفيت، بس كان عندها وصيه قالت لي تقول لكم اياها. الوصيه بتقول انه كل شيء حي فيي اوهبه، وايام حرب اوهبه اوهبه، يعني مش انه بيع او شيء، اوهب كل شيء حي فيي. والبابا عم بيقول لنا، تفاجئنا انه شو هالطلب غريب، انه اول شخص. رجعنا فكرنا انه ايه ما حق، اذا بنقدر نعيش غير ناس ليش لا، هيك رايحين من تراب الى تراب نعود. وخيي الصغير رفض. ايه كان عنده مثل اعتراض خيك الصغير كثير، خلص لا لا ليه لا، انه جانا قعدنا. وهون خلينا نقول انه كان في فتره محدده، يعني ما فيكم تتخطوها، لانه بعدين يمكن طبيا ببطلوا ما جاهزين الاعضاء انه حدا غير يتلقاهم. مزبوط. شو عملتوا بهيدي، او بيك كيف تصرف؟ البابا دغري جرب انه يقنعنا انه ليش لا وما بيصير شيء. يعني خلينا نقول انه بيي كان كثير منيح مستوعب الخبريه. مزبوط؟ مزبوط. اقتنع فيها واجا قالنا. فقنعنا انه ما حق، ما حق الماما انه هيك تقول هيك تعمل، خلص اذا هي وصيتها واذا هي رغبتها ليش لا؟ وهيك رجع اقتنع خيك؟ قال له انه وصية الماما ما لازم نقول لا. وهيك. رجع سمعتوا منه شي لوم بعدين؟ انبسط. حبيبي. ايه كلنا انبسطنا انه ليش لا، يا حيعيشت اربع اشخاص. كثير حلو. كثير حلو اكيد. ولازم كلنا نمشي على هالدرب. المجتمع يلي حواليكم شو قالكم؟ خبرتوا انه الوالده وهبت اعضائها؟ خبرنا وما ضل حدا. شفنا حالنا. وشفنا حالنا عن جد الشيء بينشف الحال فيه. كيف كانت رده فعل المجتمع؟ يعني نحن عم نحكي عن قديش، من قديش توفت؟ 30 سنه. صار لها 30 سنه، يعني من 30 سنه كانت العالم اول شيء تسال شو يعني وهب اعضاء، ولما شي. تعرف كانت ترفض هيدي الفكره. مزبوط. يي بده يتشوهوا كيف انه لا. الحمد لله وقت توفيت الماما سمعتوا انه نحن خفنا انه يي بدها تتشوه وهيك. لا اللي حواليكم الناس القرايب الاصحاب الجيران نفس الشيء، يي بدهم يتشوهوا من بعد ما يتوفوا بتكون تشوهون؟ لا لا ما في تشوه، ما بحسوا بشيء، بيشيلوا الكورنيه تبع العين، عملوا للماما الكلاوي، ما في شيء، طبتين وخلصنا. بوقتها كان الطب يعني حسب الابحاث والتطور الطبي كانوا بتقدروا تستفيدوا من القرنيتين والكلاوي وكلوتين بس. هلا الطب تقدم كثير، يعني صار في يمكن مجالات اكثر نساعد غير عالم لما نعمل وهب اعضاء. قولي لي. ايه القلب مثل مدام رول كثير اشياء. طيب مثل ما سألت مدام روز، ما بتعرفوا أكيد لمين راحت هالأعضاء؟ ما بنعرف. ما بتعرفي؟ بعرف إنه صبي عمره أربع سنين، رجال كبير ما بيقشع إلا بعين وحدة، إنه هول فدني هون، وبنت اسمها ريتا، بس شخصياً ما بنعرفهم. يعني بس بتعرفوا هيك كم خبرية عن كل حدا، بتتمنوا تلتقوا فيهم؟ أنا كنت بتمنى، بحب. بس ليش؟ بعدين إنه قالوا لا. أنا بحب. ليش بتحبي؟ أول شيء انه اذا شفناه هون، يعني بدنا نشوف مثلا عين المامي عندهم. لا هالشيء غلط، ما فيك هالكورنيه منها اللون،
ما فيك تشوفي العين انه هي عين المامي؟ لا لا بتحسي. شو بيعطيكي شعور انك تعرفي مين يلي اخذ اعضاء من امك؟ حلو، انا بحب بس ما زبطت، كان حلو اني اشوفهم. عملتي وهب اعضاء ماري؟ انا اكيد كلهم بيعرفوا، كلهم انا واولادي وبيي وجوزي وكلنا ماشيين على هالدرب. شو كان بها لما توفت؟ كان عندها تيمور. كانسير. تيمور براسها. كتر خير الله. اكيد، الف مره. مدام روز، اولادك شو كان رايهم بالموضوع لما قلتي لهم انا بدي اعمل عمليه من شخص واهب قلبه؟ هلا شيء اكيد عيشوا خوف رهيب. عيشوا خوف لانه منه مارق عليهم. بعدين انا وقت جيت عند الحكيم كان اول مره انطلبت لوهب القلب ودخلت المستشفى. بس اللي كان قديه نطرتي تتصلوا فيكي وقالوا لك صار في قلب جاهز؟ مش كثير. مش كثير، اول مره انطلبت الاهل ما وافقوا. نزلت وولفت حالي للعمليه. اهل الواهب. اهل الواهب. الواهب ما وافقوا. ليه؟ ما بدهم، مع انه ابنهم كاتب كارت انه انا بدي اوهب قلبي. ونزلت قعدت بالمستشفى وانه خلص انه هلا عمليتي. في عملية؟ ما في عملية. رجعنا ضبينا اغراضنا ورجعنا على البيت. بعد بإياب انطلبت للعملية كمان، رحت قال لي عندك 4 ساعات ما في غيرهم، بتوافقي يا لا؟ بعد ال4 ساعات خلص. خلص لانه القلب انه القلب ما بيضاين اكثر. مزبوط، اوكي. قلت له اوكي، طلع التابلو هيك على الحيط وقلت له الحكيم ايه كيف العمليه؟ هي القلب كرتوني. قال لي شفتي هاو على الحيط؟ يعني صار يفسر لك على الرسم اللي موجود على الحيط. قال لي هاو العضلات؟ قلت له ايه. قال لي هاو بنشيله بنحط غيرهم. وهو كله بتشيل القلب وبتحطيه، يعني هو القلب كله عضل، بس انه ارجاني انه هالشقفتين العضل هودي هون بنشيله بنحط. قلت له اوكي. ترددتي بشي لحظه؟ حلوة لحظه خفتي؟ بين ايه وبين لا وبين مثل ما الله بيريد ومشيت. مثل ما الله بيريد ومشيت. يعني دخلت المستشفى كانوا بجهوزيه تامه وصاروا يدفشوا فينا انه انتوا وين جايين هلا منو وقتكم؟ قلت له يعني انتوا شو جايين تعملوا بالمستشفى؟ في نحن عنا عملية كبيرة هلا. مش عارفين انه انتوا مش عارفين نحن اشخاص. قلت لهم جايين عندي عملية، طلعوني بس منهم عارفين مين انا لانه ماشية على اجري منو حامليني. كانوا متوقعين انه صحيا تكوني تعبانة. صحيا تعبانة كثير. ومش الحال الحمد لله. يعني بين ما وصلت وطلعوا في انه انت اللي جاي تعملي العمليه، قلت لهم ايه. قال ايه اوكي رح نعطيكي ابري، اعطوني ابري، هي هي. شو صرت شوف اولادي، قول لهم انتبهوا على حالكم، خليكم متضامنين مع بعضكم، يعني صرت وصيهم. قلت لهم يعملوا وهب اعضاء؟ شيء اكيد. عملوا؟ شيء اكيد. بنتي عملت، بنتي قدمت، بس بنتي مسافره الثانيه. ثانيه مسافره. ثانيه مسافره. الله يرجعها بالسلامه. والحمد لله. اللي بيعمل عملية خصوصا إذا هالقد كبيرة، يعني ما عم نحكي عملية قلب، يعني مش إنه عملية بسيطة، بصير في عنده حياة معينة يعيشها. يعني ما بعرف إذا لازم تاخذي دواء، في أشياء ممنوعة، أشياء مسموحة. شيء أكيد. كثير بتعبي. شيء أكيد. خبرينا شوي إنه كثير ضروري من بعد العملية نعرف كمان كيف نحافظ على حياتنا، بصير في عندنا دور لازم نلتزم فيه. إيه عندي أدوية لطول العمر، ما فيني نوقفهم. بدي ضل آخذهم. هلا في الاكل ممنوع، بس طلعت من المستشفى ما كانوا عطيوني شو لازم اكل شو ما لازم اكل. انا وصلت على البيت قلت لهم طالعه بالي كبيني وتبولي. جابوا لي كبيني وجابوا لي فتيلي واكلت انبسطت فيهم. اجى الحكيم لعندي عم بيقول لي الكبه النيه انه اللحمه النيه ممنوعه منعا باتا لانه فيها ميكروبات القطيه، انت ما عندك مناعه. قلت له يا حكيم كنت طالع عبالي كبيني كبيني اكلت كبيني واكلت فتيله، بس ما انا ضريت جوزي اللي انضر. عمل لي هيك بارضه حكيمين انجمدوا بارضهم. ايه لانه ما لازم. قال لي ممنوع منعا باتا. قلت له خلص وعملت والتزمتي؟ والتزمت وبعدني ملتزمه. مدام روز قديشك ممنونه لهالشخص يلي كان عنده وعي كافي يوهب قلبه ويعطيكي حياه؟
شيء اكيدي كثير ممنونه لإلهم، وبتمنى للكل يهبوا يهبوا، لانه نحن رايحين على التراب ورايحين نطلع. شو بدي اخبرك؟ انه يعطوا، ما يقولوا لا، دائما ما حدا يقول لا. وانا حضرت عمليتي، مش عمليتي انا، عمليه ثانيه ما بتقدري انت تحضريها، كيف بيفتحوا كيف بيشيلوا القلب وكيف بيعملوا. قعدت اتفرجت عليها، عمليه طبيه يعني، عمليه طبيه بكل قوه. قعدت اتفرجت عليها يعني تشوف كيف ودائما بسال الحكماء، ودائما عندي اسئله حشريه اني اسال وفوت كانوا يجاوبوني. ماري قديش بيعني لك لما تشوفي اشخاص، خصوصي هلا بهيدي الفتره على السوشيال ميديا، بنسمع انه توفوا عن جد الله يرحمهم، بس يا ريت كمان بيكونوا مثال لكثير ناس، وبتسمع انه هن عاملين وهب اعضاء. انا كثير بكون عن جد مفتخره بكل شخص بيفكر بغيره. حلو، ليه لا؟ رايحين ورايحين. بيعني لك الموضوع، بتحسي انه بتشاركي بنشاطات توعيه، بمحاضرات، بما انك انت بنت اول سيده وهبت اعضاء؟ لا، بس دائما بنجيب السيره، دائما بنقول للعالم انه هبة اعضاءكم شيء كثير حلو، بتفيدوا غيركم. بيسالوكم؟ في كثير ناس بيقولوا انه وين رايحه مثلا؟ رايحه مثلا مثل هلا انا وجاي لعندك، وافتح كذا محطه. قلت لهم انه رايحه على التلفزيون، كرمال شو؟ ليه اليوم زبطت حالك؟ ليه مثلا وين رايحه راكده؟ كلهم هول الاسئله انه بيقولوا لي وين رايحه؟ قلت لهم رايحه هيك كرمال ماما، انبسطوا. ناس ما بعرفهم. بس بعد بتلتقي باشخاص بتحسي عندهم الفكره مرفوضه؟ ايه، في ناس ما بعرف ليه بيترددوا، يمكن بيخافوا، يمكن بيخافوا. وانا مزبوط هيك. شو؟ كمان بيترددوا. هلا وقت بقول لهم زرع قلب ما بياخذوا ولا بيعطوا، بيقولوا ايه مثل شو شرايين، انك شايله شرايين وحاط. بقول لهم لا، حدا توفى واعطاني قلبه. بيقفوا هيك بيجمدوا بيجمدوا بقلبهم. برجع انا بحكي، وانا محل ما بكون موجوده، كنا جمعه دغري بحكي انه عن زرع القلب، عن وهب الاعضاء، في كثير ما عم بيتقبلوا، في كثير بيتقبلوا الاشياء. اوكي، نحن كنا بهيدي الحلقه ضروري كثير نضوي على عمليه وهب الاعضاء، ضروري كثير نشدد على رساله التوعيه بخصوص هذا الموضوع، لانه يمكن تغيرت شوي نظره المجتمع من 10 سنين لهلا، بس بعد ما تغيرت بشكل كافي. خلينا نقول انه لكل يلي هلا من وراء هيدي الحلقه غيروا رايهم، ويمكن صار عندهم استعداد اكثر، صار عندهم قبول اكثر لفكره انه يوهبوا اعضائهم، فيكم تتصلوا على 05 760 760، هيدا رقم الهيئه الوطنيه لوهب وزراعه الاعضاء، لتتقدموا بوهب اعضائكم. اكيد بدكم تعبوا طلب معين وبصير عندكم هيدي البطاقه، بس مثل ما قلنا ببدايه الحلقه ضروري كمان كل افراد العيله يكون معهم خبر انتم بالخطوه يلي عبالكم تعملوها من بعد الوفاه، لانه اعتراض شخص واحد من العيله ممكن يوقف الوهب. وفيكم تعبوا الطلب اونلاين او بحيالله فرع من فروع مكتبه مالكس، وايضا فيكم تفوتوا على الويب سايت يلي هو nodlb.org وكل التفاصيل موجوده. مدام روز، شو بدك تقولي بختام هيدي الحلقه؟ بدي شجع الكل يهبوا، انه ما حدا يقول لا. بعدين عم بيصير كثير بهالحوادث السير هالاشياء هيدي، كلهم لازم، والاهل كان يساعدوا ويعطوا يهبوا اعضاء اولادهم وعيالهم واللي بيحبوهم واللي بيعرفوهم، لانه بيرجع حدا يعيش، لانه نحن فانين بهالارض. مزبوط. ماري، انه في كثير ناس بحاجه، كل يوم في كثير ناس بحاجه، ولازم الواحد يفكر بغيره. اكيد نحن بالنهايه بدنا نقول انه نحن من التراب وللتراب رح نرجع، اذا نحن رايحين خلونا نعطي المجال لحدا غيرنا باقي يبقى بصحة منيحة. شكرا لكل يلي تابعوا الحلقة اليوم. مدام روز الله يطول بعمرك، مدام ماري شكرا لحضورك، وان شاء الله تكونوا بصحة منيحة. ميرسي لكم، شكرا لحضوركم، اهلا وسهلا فيكم. ميرسي، ملتقانا بحلقة جديدة من شو صاير مع جوال.